كل الشكر ليك يا كابتن ايمن، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من الاسكندريه. واخر استعدادات فريق النادي الاهلي لمواجهه فريق الاسماعيلي في ضربه البدايه للنادي الاهلي ومشواره في بطوله الدوري بملاقات فريق الاسماعيلي في المباراه اللي هتقام على استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعه 8 بتوقيت القاهره. عايز اقول لك استعدادات النادي الاهلي حاله من التركيز، حاله من الجديه بتفرض نفسها على فريق النادي الاهلي منذ نهايه مباراه الاهلي امام الحرس الوطني وفوز النادي الاهلي على فريق الحرس الوطني بسته اهداف مقابل هدف وصعود الاهلي الى دور المجموعات، ارتفاع في الروح المعنويه للاعبين، تركيز كبير جدا ما بين لاعبي النادي الاهلي ومستر بيتسو موسيماني على ضروره البدايات، استغلال البدايات، خاصه ان البدايه النهارده امام فريق كبير هو فريق الاسماعيلي. اتمنى طبعا كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. بالامس كان ادى فريق النادي الاهلي مرانه الاخير على ملعب مختار التتش، ثم مستر بيتسو موسيماني اعلن القائمه اللي بتضم 21 لاعب متجها الى الاسكندريه للمبيت باحد الفنادق القريبه من ملعب المباراه. النهارده يوم فريق النادي الاهلي يا كابتن ايمن، كان تناول اللاعبون وجبه الافطار في تمام الساعه 10، ثم وجبه الغداء في تمام الساعة الثانية ظهرا، ثم عقب وجبة الغداء كان في محاضرة جمعت ما بين مستر بيتسو موسيماني واللاعبين. طبعا اتكلم على أهمية المباراة وأهمية استغلال البدايات وحذر من فريق الإسماعيلي، ثم كانت في محاضرة أخرى لمستر بيتسو موسيماني في تمام الساعة 4:15، اتكلم أيضا مع اللاعبين على أهمية المباراة وأهمية استغلال البداية أمام فريق وخصم كبير زي فريق الإسماعيلي. طبعا عرض بعض يعني لقطات الفيديو لفريق الإسماعيلي، المباراة اللي جمعت ما بين الأهلي والإسماعيلي، المباراة الأخيرة اللي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وطبعا عرض يعني بعض اللقطات الفيديو في المباراة الأخيرة لفريق الأهلي أمام الحرس الوطني، اتكلم على أسلوب اللعب اللي هيلعب بيه فريق النادي الأهلي أمام فريق الإسماعيلي وضروري استغلال الكرات الثابتة، نبه على اللاعبين على ضرورة استغلال البداية إن أنا يعني أجيب هدف أو اتنين في أول 10 دقايق من اللقاء بيسهلوا اللقاء بالنسبة للنادي الأهلي. في تركيز في جديه جدا عند لعيبه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي اتعهدت عدم التفريط في اي نقطه من بدايه الدوري. ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي قادر يستعيد لقب الدوري اللي فقده الموسم الماضي. عايز اقول لك ان النهارده طاقم تحكيم هيكون لاداره هذا اللقاء بقياده الكابتن محمد عادل، هيعاونوا احمد توفيق الطلب ويوسف البساطي والحكم الرابع محمود وفا، واثنين على تقنيه الفار احمد الغندور ومحمد التابعي. النهارده طبعا هيكون الظهور الاول للنادي الاهلي بالزي الجديد الرداء الجديد النادي بالرداء الاحمر، بينما نادي الاسماعيلي ايضا هيكون بالرداء الاصفر. من خلال لحظات هيتجه الفريق الى استاد الجيش ببرج العرب اللي هيستضيف احداث اللقاء، وبالمناسبه هو بيبعد عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي ب 15 دقيقه. اقدر اقول لك ان درجه الحراره هنا اكثر من رائعه ان شاء الله، يعني تبشر ان شاء الله ان احنا نشوف مباراه قوية جدا ما بين النادي الاهلي ونادي الاسماعيلي. ان شاء الله لعيبة النادي الاهلي قادرين النهارده انها تكون ضربة البداية بفوز على فريق الاسماعيلي، وتكون بداية ان شاء الله لبطولة الدوري في هذا الموسم باذن الله. دي كانت كل الكواليس، كل الاخبار من هنا كابتن ايمن. من جديد تعود الكلمة للكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح، طمنا منه طبعا على الاجواء هناك، وطمنا منه على استعدادات النادي.